فور ستيجز اللي هما كانوا ايه دورسال اندكشن فنترال اندكشن بروليفريشن ونيوروجينيسيس ومايجريشن واخيرا المايلينيشن. دول الفور ستيجز. وخدنا الديس اوردرز بتاعت اول تو ستيجز الستيج بتاعت الدورسال اندكشن والفنترال اندكشن. المفروض النهارده هناخد الديس اوردرز بتاعت الستيج الثالثه اللي هي المايجريشن. الستيج بتاعت المايجريشن الديس اوردرز بتاعتها اسمها نيورونال مايجريشن ديس اوردرز، ودي كاتيجوري كبير قوي مشهور يعني انتيتي لوحده يعني غير الديس اوردرز بتاعت الستيج 1 و 2 كده تحسهم حاجات صغيره، لكن دي بلوكايه كبيره كده لوحدها. نيورونال مايجريشن ديس اوردرز احنا قلنا ان المايجريشن والهيستوجينيسيس بتحصل في الفيتال لايف من الشهر الثاني للشهر الخامس. لما بيحصل مايجريشن من الجيرمينال ماتريكس، لما قلنا حته المونه اللي في وسط البرين اللي بعد كده السيلز هتمايجريت انتو السيريبرال كورتكس منها. النيورونال مايجريشن ديس اوردرز دول جروب اوف ديس اوردرز بيشير السيم ايتيوباثولوجيكال ميكانيزمز اللي هي حصل ارست او حصل مشكله في المايجريشن بتاعه النيورونز ديورينج ذا فيتال لايف. Variable degree طبعا of disruption ممكن يحصل في migration of neuroplast during the process of neurogenesis. هما تجمعتهم بالضبط هما ست حاجات: الكوربس كالوزم اجانيسيس، اللسن كيفالي، بولي مايكرو جايريا، هيتيروتوبيا، سكيزن كيفالي، واخيرا الفوكال كورتيكال ديسبليزيا. فوكال كورتيكال ديسبليزيا هنبدأ بأول واحدة فيهم اللي هي الكوربس كالوزم اجانيسيس. عشان ناخد الكوربس كالوزم اجينيسيس لازم الاول نعرف الاجزاء بتاعت الكوربس كالوزم. الكوربس كالوزم بالظبط خمس حتت: روسترم، جيني، بودي، اثنس، سبلين. مين الانتيريور موست انتيريور؟ روسترم. يبقى روسترم، جيني، بودي، اثنس، سبلين. تاني: روسترم، جيني، بودي، اثنس، سبلين. اوكي. الجراث بتاعها بيبدا انتيريور تو بوستيريور، يبدا عند الجينيو، يعني نبدا من الجينيو وبعد كده من قدام يرجع لورا. والمايلينيشن العكس، يعني تتكون من قدام لورا وتتغطى من ورا لقدام. اوكي. بتبقى اسوشيتد مع الكياري عاده، تبقى اسوشيتد مع المره اللي فاتت قلنا المعلومه دي، قلنا ان الكونجنتال انوماليز لا تاتي فرادى، المصائب لا تاتي فرادى، والكونجنتال انوماليز لا تاتي فرادى. فعادة تبقى associated مع كياري type 2، داندي ووكر ممكن، هولو بروزن كيفالي ماشي، او ليبومز. اوكي. ممكن تبقى complete agenesis of corpus callosum او partial agenesis of corpus callosum. partial ده بيبقى فيه السبلينيوم والروسترم هم اللي عادة بيبقوا missing. شو معنى السبلينيوم والروسترم؟ الاطراف بالظبط، عشان دول اللي على الاطراف، روسترم الاول والسبلينيوم في الاخر. اوكي. ده شكل يا جماعة الأسهل يعني كات ممكن نشوف فيها الكوربس كالوزم أجانيسيس في الام ار اي، ان احنا نشوف الساجيتال تي 1. ساجيتال تي 1، فلو بصينا للساجيتال تي 1 if we compare المنظر ده بالمنظر ده، ده الساجيتال تي 1 فيه الكوربس كالوزم اهي ويل فورمد، لكن ده كوربس كالوزم مش موجودة أصلا، فده اسمه كوربس كالوزم أجانيسيس. كوربس كالوزم أجانيسيس. الفنتريكلز ده المنظر الاشهر، يعني ده الاسهل لعينينا ان احنا نعرف بيه الكوربس كالوزم اجينيسيس. نمسك ساجيتال تي 1 ونبص عليها هنلاقي الكوربس كالوزم مش موجود. بس في مناظر تانية ممكن في الام ار اي او في كاتس تانية ممكن نلاقي علامات للكوربس كالوزم اجينيسيس. زي ايه؟ زي البارالل فنتريكلز، يعني نلاقي الفنتريكلز البوتاي. يعني ايه بوتاي؟ انتوا عارفين لما بنعمل الرباط الشوز نعمله في يونكه كده، فبتبقى واحده كده واحده كده. المنظر ده عاده منظر الفنتركل. الفنتركل بتبقى بهذا الشكل. لا، انا الاقي الفنتركل خطين جنب بعض، يعني بارلل لبعض. تمام. فاللي شاف المنظر ده سماه ريسينج كار ابييرنس. ريسينج كار ابييرنس ده بيبان في الاكزيال ايمجينج، يعني لما بكون واخد اكزيال كاتس. لو بصينا كده ده الفنتركلز، شايفين ورا هنا الفنتركل شكلها بارلل ازاي؟ يعني مش واخده شكل الايه زي الفيونكه كده واحد كده واحد كده، لا هنلاقيهم بارلل لبعض. اوكي.
السلام ورحمة الله. المنظر زي ما قلنا الفنتركلز هنا بارالل، وهنشوف منظر اوضح شوية. اللي شاف المنظر ده زي ما اتفقنا، بصوا كده، هو الرسمة دي هي زي دي بالظبط، نفس المنظر بالظبط. فقال ان دي كده المنظر ده شبه الريسينج كار. تقول لي ايه علاقة ده بالريسينج كار؟ اهي شبه العربيات السباق، فسموا ده الريسينج كار ابيرنس، اللي هو بيعني ايه؟ بيعني ان في بارالل فنتركلز، والبارالل فنتركلز دي احدى علامات الكوربس كالوزم اجينيسيس. ولو اننا متفقين ان احنا اسهل كات نشوف فيها الكوربس كالوزم اجينيسيس فين؟ في الساجيتال تي 1. ده المنظر اللي انا بقول لكم عليه. شايفين هنا الفنتركلز، شايفين بارالل ازاي؟ ما بتشوفش الفنتركلز شكلها عامل كده. دي علامه من علامات، تاني علامه من علامات ايه؟ كوربس كالوزم اجينيسيس. اما الساين دي اسمها ايه؟ هتلاقيها مكتوبه في ريبورتات الاشاعه، وممكن ما نبقاش فاهمين، فاكرين انها حاجه معقده قوي. ايه الساين دي؟ طب بلاش اسمها. الوصف اللي احنا شايفينه هنا فيه ايه؟ ما بتتوصفش. اكسبوا بتاع الايه؟ عن صوتك يا عمي. صح بتقول صح، ما تقول اوكسيبيتال هورن دايليتد. اوكسيبيتال هورن، اوكسيبيتال هورن بتاع اللاترال فنتركل دايليتد على الناحيتين. دي حاجه اسمها كولبو كيفالي. مش حاجه غريبه ولا حاجه، وبنشوفها في الاشعاعات كتير قوي. كولبو كيفالي يعني ايه؟ كولبو كيفالي يعني يبقى في دايليتيشن في الاوكسيب. ده ممكن تلاقيه لوحده، يعني ممكن لوحده كده تلاقي حاجه اسمها كولبو كيفالي، واحده من الكونجنتال انوماليز اللي ممكن تبقى موجوده في البرين، او ان انتوا ان احنا نلاقيها از ا بارت من الكوربس كالوزم اجينيسيس. تمام. المنظر يبقى الكولبو كيفالي دي عباره عن دايليتيشن اوف ذا ترايجون ان اوكسيبيتال لوب. بتدي بقى في حاجه ثانيه، منظر ثاني برده مشهور قوي في الكورونال ايمجينج، ده في الكورونال بقى. حاجه اسمها موس هيد ابييرنس او فايكنج هيلمت ابييرنس. ايه الشكل ده بيبقى عامل ازاي؟ لو تلاحظوا هنا الثيرد فنتركل عالي عن مستواه شويه، الثيرد فنتركل عالي شويه عن مستواه، والفرونتال هورن بتاعه اللاترال فنتركل اب فيرتد، يعني مقلوب لفوق شويه. اوكي معلش تاني، هو الثيرد فنتركل مكانه تحت عن كده شويه بين التو ثلمان. لا هتشوف ان الثيرد فنتركل مرحل لفوق شويه، ده الثيرد فنتركل اهو، والفرونتال هورن ابفيرتد كده لفوق، مقلوبه لفوق شويه. اللي شاف المنظر ده قال ده شبه راس الغزال الامريكاني اللي هو الموس هيد ابييرنس، اللي هو شكله، قال ده شكله عامل زي راس الغزال ده، اللي هو ده اللي هو ده المنظر في الاشاعه. تمام. وده المنظر اللي هما شايفين ان هو شبه. اوكي. واحد تاني قال لا هو مش شبه ده، سموها فايكنج هيد فايكنج هيلمت سيندروم. سوري ساين فايكنج يعني الملوك يعني زي كده بالظبط. شايف قال زي المنظر ده الفايكنج هيلمت ابييرنس. في الاخر كلهم نفس الشكل، اللي هو ايه؟ اللي هو ان الثيرد فنتركل اللي فوق شويه والفرونتال هورنز ابفيرتد لفوق. كل ده من علامات الكوربس كالوزم اجينيسيس السكندري تشينجز اللي بتحصل. يبقى خدنا كذا تيرم قلناه دلوقتي، الريسينج كار ابييرنس لللاترال فنتركلز وهي بارالل. ايه تاني؟ موس هيد ابييرنس والفايكنج هيلمت ساين. وايه تاني؟ كولبو كيفالي. يعني ايه كولبو كيفالي؟ دايليتد اوكسيبيتال هورز اوف ذا لاترال فنتركل. في الاخر معلش ارجعوا بلدي خالص، بصوا على الساجيتال تي 1 هتلاقوا الكوربس كالوزم مش موجوده، فنعرف ان ده في كوربس كالوزم اجينيسيس. طيب هل الكوربس كالوزم اجينيسيس ده ايه المانيفيستيشنز بتاعته؟ يعني يجي بايه؟ في الكبار لما بتبقى في كالوزال، لما بيبقى في كالوزال ليجن بيعمل حاجه اسمها ديسكونكشن سيندروم. ما هو الكوربس كالوزم ده اللي بيكونكت التو هيمسفيرز لبعض، فلما بيحصل اي ليجن يعمل ديسكونكشن سيندروم. ده مش بيحصل في الاطفال، يعني الاطفال ما بتبقاش عندهم مشكله المشكله ديسكونكشن، بتبقى البرزنتيشن بتاع الكوربس كالوزم اجينيسيس على حسب هي جايه وذين ايه. هي ما بتجيش لوحدها، هي جايه وذين سيندروم. هي جايه وذين سيندروم، فعلى حسب السيندروم ده فيه ايه تاني كوكتيلات بقى.
فلو بصينا على لستة الحاجات اللي هي تيجي معاها كوربس كالوزم اجينيسيس مش هتصدقوا كم رهيب. يعني ترايوزمي 18، ترايوزمي 13، ترايوزمي 8. نستنتج من كده ان اول حاجه تتعمل للعيان عنده او للطفل عنده كوربس كالوزم اجينيسيس ايه؟ كاريوتايبنج. كاريوتايبنج يعني هتلاقي ممكن سبب فيه مجموعه كبيره جدا من السندرومز، حاجات منها مشهوره وحاجات غريبه. يعني ايكاردي ده مشهور، مشهور ليه؟ ابيليبسي. يجي بايه؟ يجي بترايات مشهور قوي. ايوه لا 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 انا ذكوريا دي مش سوري ايكاردي سندروم. برافو عليك. انفانتايل سباز كوربس كالوزم اجينيسيس كوريو ريتينال لاكيون. كوريو ريتينال لاكيون نبص في الفندس ناي وبيجي اكتر، مش بيجي اكتر، بيجي في البنات. ليه في البنات رغم ان هو اكس لينكد؟ ليزر توميل بيموت، يعني بيموت الولاد. في حاجات تانية بقى، اللو سندروم والزيل فيجر دول هناخدهم بكرة ان شاء الله مع الديسمانيش. في حاجات تانية بقى مش مشهورة قوي الحقيقة. دي بقية الحاجات اللي ممكن other CNS associations. زي ما اتفقنا المصائب لا تأتي فرادة والكونجينيتال انوميز لا تأتي فرادة. فممكن يبقى معاه كلاري داندي ووكر هولوبروزن كيفري. هولوبروزن كيفري خدناه المرة اللي فاتت. لايبومات بولي مايكروجيريا هناخدها دلوقتي. بورين كيفري هناخدها دلوقتي. الانبورن ايرور ميتابوليزم، حاجات بقى بتاعت الهايبرجلايسيميا، البايروفيت، ميكوبوليساكاريدوزيس وميكوليبيدوزيس، وساعات مع الميتوكوندريال ديس اوردرز. كده ده احنا خلصنا الكوربس كالوزم اجينيسيس. ده اول واحد في مين؟ في النيورونال مايجريشن ديس اوردرز. عايز بس حد يقول لي ثلاثه تيرمز طلع بيهم، ثلاثه تيرمز لساينز يعرف بيهم الكوربس كالوزم اجينيسيس. ريسين كار ابييرنس، موس هيد appearance، فايكنج هيلمت ساين، وواحده كمان كلبو كيفلي. طيب بعد كده لسن كيفلي. لسن كيفلي المخ المزحلق، المخ المزحلق السموث برين، المخ الاملس ده نستنتج ان هو ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش سلساي وجيراي اللي هي حاجه مهمه جدا بتحصل اثناء المايجريشن. واحنا بيحصل المايجريشن اوف ذا نيورونز، لو حصل ارست للمايجريشن، الارست ده بيمنع بقى التكوين الجيراي والسلساي اللي احنا مفروض انها نورمالي بتحصل ديورينج من الشهر الثاني للشهر الخامس. وده الموست سيفير فورم او السيفيرست فورم اوف نيورونال مايجريشن ديسوردرز. ده اسوأهم على الاطلاق، وده بيحصل قبل نوت ليتر ذان الثيرد مانث، عشان كده هو الاسوأ. مفيش سلساي ولا جيراي خالص. البيشنت عادة بيبقى معايا مايكروكيفالي، منتال ريتارديشن، سباستيسيتي وسيجرز. اوكي موجود وبيتشاف. موجود وبيتشاف. يعني انا شفت مثلا 6-7 حالات لسن كيفالي موجود بيتشاف، يعني سهل، مش كلام كتب. يعني سموث برين بيبقى الشكل البرين بيسموه figure of eight. يعني ايه figure of eight؟ يعني البرين على شكل حرف figure 8 in English. هنشوفه دلوقتي. اوكي والكورتكس بتبقى very thick وبتبقى 4 layers بس مش 6، وممكن يبقى معاها تيلوتوبيا ان احنا هناخدها دلوقتي، والفنتركس بتبقى enlarged، وممكن يبقى معاها agenesis or corpus callosum. زي ما اتفقنا هما هتلاقيهم تباديل وتوافق مع بعض، ده يجي مع ده وده يجي مع ده. طيب ده المنظر اللي انا بقول لكم عليه. البرين از فيري سموث، تمام، تقريبا يعني مفيش سلساي وجيراي خالص. والكورتكس از بيت ثيك، هنلاقيها تخينه شويه. ولو بصيتوا المنظر ده هتلاقوا الفيجر اوف 8 اللي بقول لكم عليه، كانه كاتب حرف 8 بس حرف 8 رقم 8 بس رقم 8 تخين شويه. فدي اسمها اجايريا. اجايريا يعني مفيش جيراي خالص، تمام. وزي ما احنا شايفين ده المره اللي فاتت وريتكم فيديو للمايجريشن بيبقى عامل ازاي، وقلنا ان في حاجه اسمها الريديال جلايل بروسيس اللي هي بتطلع عليه السيلز لحد ما توصل للفاينل ديستنيشن بتاعها. هنا في الليسن كيفالي شايفين ان معظم السيلز ما وصلتش للفاينل ديستنيشن بتاعها، سيلز مترتبه بهازارد، وبالتالي ده اللي بيخلي الكورتكس شكلها ثيك شويه وان فورمد، يعني مش فورمد بروبرلي بالسلساي والجيراي بتوعها. ده شكل تاني للأجايريا.
زي ما احنا شايفين هنا اللي هو الفيجر في 8 وفي دايليتد فينتريكلز الى حد ما. في حاجه اسمها كابل ستون ليسنكيفالي. يعني ايه كابل ستون؟ البلاط بتاع يوروب ده اللي هو الشوارع ما تلاقوهاش مسفلته الشوارع بتلاقوها. ده يا جماعه بيحصل في سندروم مشهور قوي اسمه ووكر واربرج. ووكر واربرج ده لو عايز ادور عليه في كتاب النيورولوجي ادور عليه فين؟ في المايوبيا بالظبط كده، في المسل ديزيز. ودي حاجه غريبه جدا ان انت تلاقي مع مسل ديزيز تلاقي معاه كونجنتال انومالي في البرين او نيورونال مايجريشن ديس اوردرز. ده بيبقى طبعا فيه الهايدروكيفالوس وبيبقى فيه ليسن كيفالي. البرين ستيم بيبقى سيفيرلي هايبوبلاستيك وبيبقى فيه كينكينج هنا عند البونتو ميزينكفاليك. يعني ما بين الميد برين وما بين البونز بيبقى فيه كينك والميد برين بيبقى بلجنج لورا كده. انا كل ده عمال اركز على الحته دي ليه؟ عشان دي تفرقنا من سندروم مشهور قوي اللي حضر النيوروبيدياتريك ورك شوب يفتكروا. كنت جبت لكم حاله حاجه اسمها بونتو سيريبيلر هايبوبليزيا. في بونتو سيريبيلر هايبوبليزيا ده انواع، نوع تايب 1 وتايب 2 سندروم مشهور. عرضت حاله منه فبيبقى فيه البونز رفيعه كده خالص، البونز يا دوبك شريطه رفيعه والسيريبيلا وراها مش باينه. فالمنظر ده شبه جدا البونتو سيريبيلر هايبوبليزيا. الفرق في حته الميد برين دي ان الميد برين هنا كبير شويه وكينكت عند الجنكشن ما بين الميد برين وما بين البونز. طبعا الى جانب باقي الكلينيكال بيكتشر بتاعه الطفل ده، فبيبقى معاه مايوباثي وفي نفس الوقت بيبقى معاه سنترال مانيفيستيشنز ان ذا فورم اوف الليسن كيفالي اللي احنا بنقول عنه. في بقى ليسن كيفالي تايب 2. احنا كل ده في ليسن كيفالي تايب 1 اللي هو ا جايريا. انا غيرت الكلمه اللي بين قوسين، لو تاخدوا بالكم هنا كان كل اللي فات ا جايريا. اي جايريا دي بقى اول مره تظهر لنا باكي جايريا. باكي يعني ايه؟ يعني في شويه جايراي بس قليلين جدا، اثنين او ثلاثه. باكي جايريا يعني مش قادر تقول انها ا جايريا، يعني فيو جايراي. تمام؟ فده بيبقى اسمه incomplete listen كيفالي او listen كيفالي type 2. listen كيفالي type 2 زي ما احنا شايفين منظر هنا، يعني تكاد تقول لسه هتقول ان ده listen كيفالي بس تلاقي جايرس هنا وجايرس هنا، يعني حاجات رفيعة قوي. بس ده طبعا مش النورمال، يعني شايفين الجايراي is very broad وعددها قليل، فده مش النورمال appearance of the normal adult brain. كده احنا خلصنا الليسن كيفالي. والليسن كيفالي نوعين، النوع الاولاني اسمه جايريا والنوع الثاني برضو عشان نبقى فاهمين الليسن كيفالي از نوت ا ديزيز باي اتسلف. كل اللي انا بقوله ده از نوت ا ديزيز باي اتسلف، يعني مفيش حد اسمه عنده مرض الليسن كيفالي. القصه دي عامله بالظبط زي مثلا ايه، يقول لك ده عنده ضمور في المخ برين اتروفي. مفيش حاجه اسمها مرض البرين اتروفي، هو ده معاه حاجه ثانيه. الليسن كيفالي ده ويذين سندرومز، ففي لسته برضو لسته السندرومات زي اللي احنا قلناها في الكوربس كالوزم اجينيسيس، لسته السندرومات بيبقى فيها الكلام ده موجود. طيب ثالث واحده البولي مايكروجايريا. البولي مايكروجايريا بقى باين من اسمها دي عكس الليسن كيفالي. الليسن كيفالي كان المخ المزحلق اللي ما فيهوش جايراي. طب بولي مايكروجايريا باين من اسمها ان هي ايه؟ صغيره وكتير، يبقى بالعكس بقى. فالنيورونز هنا abnormally distributed small gyri بيبقى في شكل dimples، شبهوها بالباسكت بول بالسيرفيس بتاع الباسكت بول. هي طبعا less severe than listen carefully وبيبقى معاها seizures و developmental delay وممكن تبقى focal، ودي ساعات كتير بنشوفها انها ممكن تبقى focal، عادة بتبقى في temporal lobe، يعني مش شرط تبقى البرين كل. المنظر بيبقى كده، شايفين منظر يا جماعه؟ يعني من بعيد كده لا برضو ده مش عدد الجيراي اللي احنا متعودين عليها، تحس ان المخ تريفلد كده كتير. دي شكل الباسكت بول، يعني شبهوها انها شبه الدنتلز بتاعت الباسكت بول، كتير وصغيره. ممكن زي ما اتفقنا يبقى دايما معاها حاجات تانية اسوشيتد مع الكياري او سكيزن كيفالي. هناخد دلوقتي سكيزن كيفالي. الديستريبيوشن بتاعها مش شرط تبقى في البرين كله، ممكن تبقى فرونتال بس، بيريسيلفيان بس، بارايتال بس، بوستيريور بس. ده كده البولي مايكروجايري. بعد كده الهيتيروتوبيا. الهيتيروتوبيا الهيتيروتوبيا دي حصل انترابشن للميجريشن اوف نيورال بلاست فروم جنرال ماتريكس انتو دي كورتكس. يعني احنا قلنا احنا بنكون مونة في وسط البرين. المونة دي عبارة عن سيلز عمالين نعمل بروليفريسة لسيلز، بعد كده ياخدها واحد
بالسقالة ويطلع عليها لحد الدور اللي فوق لحد ما يرصها في المكان اللي هتتحط فيه. طب وهو رايح طالع الدور السابع وقف في الدور الرابع، يبقى انا كده وقفت في مكان مش المكان المفروض اقف فيه. هو ده معنى الهيتيروتوبيا. That's why ان احنا ممكن نلاقي جراي ماتر امبيدد في وسط الوايت ماتر. طب العيان ده الطفل ده بريزنت بايه؟ سيجرز، ابيليبسي طبعا، وتبقى من اعنف انواع الابيليبسيز وعلاجها بيبقى صعب جدا. لو بصينا هنا يا اما تبقى ديفيوز يعني كذا حته، يا اما فوق الهيتيروتوبيا دوبك سب كورتيكال او سب ايبندايمال او بوث سب كورتيكال وسب ايبندايمال. طبعا سيجرز هنا مهمه قوي، ومنتال ريتارديشن، وزي ما اتفقنا الكونجنيتال انوماليز لا تاتي فرادى، لازم معاها حاجات تانية. ده المنظر بتاع الهيتيروتوبيا. تقولي ده ما ده حلو ده زي الفل، ايه المشكله اللي فيه؟ لا نركز كده يا جماعه، نبص هنا هنلاقي هنا بيري فنتريكولر كده في باند لونها زي الكورتكس. مش المفروض ان هنا الكورتكس جراي ماتر؟ ده جراي ماتر. ايه اللي جاب الجراي ماتر هنا؟ مش المفروض يبقى فيه جراي ماتر هنا؟ جراي ماتر هنا. سوري، لا الليكو اريوزس هيبان لونها ايه هنا؟ لو ليكو اريوزس كان هيبان لونها ابيض، دي لونها زي الكورتكس. ليكو اريوزس هيبان لونها ابيض، لكن دي لونها جراي زيها زي زي الكورتكس. تمام؟ ف زي ما احنا شايفين هنا ديستريبيوتد باند بالطول along، هيبان لونها ابيض ابيض يعني along الventricular side. ممكن تبقى كده، تبقى نودولار يعني، دي يسموها باند لايك، وممكن تبقى نودولار كده. تمام؟ برضو هنا لو بصينا هتقولي دي فين؟ انا مش شايف فيها حاجه. لا اهي هي دي نودولار هيتيروتوبيا. هتقولي ازاي؟ بص يا جماعه السيجنال دي زي بتاعه الكورتكس بالظبط، يعني اللون ده زي بتاع الكورتكس. اذا ده جري ماتر، ايه اللي جابه في وسط الوايت ماتر؟ اللي جابه في وسط الوايت ماتر ان هو طالع الدور السابع وقف في الدور الرابع. اوكي، ده منظر تاني شايفين هنا، ده باند لايك هيتيروتوبيا، السيجنال بتاعتها زي بالظبط بتاعه الكورتكس، يبقى هي جري ماتر. لا مش باين في القطع، لا الحته دي، الحته دي بس هي باينه هنا طبعا اراوند البودي اوف ذا لاترال فنتريكل باينه اكتر. طيب بعد الهيتيروتوبيا السكيزن كيفالي. سكيزن كيفالي، سكيزن كيفالي دي معناها ايه؟ معناها ان انا حصل برضو ارست اوف مايجريشن، حصل ارست للمايجريشن. بس هي عشان اشبهها لكم، تخيلوا انا عندي تورته اللي هي التورته بتاعت البرين دي، ورحت جايب سكينه ورحت قاطع حته عشان اخد خرطه، بس قطعت بس من غير ما اخد حاجه. دي كده يبقى انا قطعت في البرين، دي اسمها كلوزد ليب سكيزن كيفل. كلوزد ليب ليه؟ لان انا قاطع بس الاثنين قصاد بعض. طب لو انا خدت كده وخدت كده ورحت شايل خرطه، يبقى ده اسمه اوبن ليب سكيزن كيفل. طيب هو ايه اللي حصل؟ حصل ارست كامل، ارست كامل للمايجريشن من ناحيه الفنتركل لحد ما يوصل للكورتكس. وزي ما اتفقنا هو نوعين، كلوزد ليب واوبن ليب، وهتلاقيه باوندد بالجري ماتر، يعني في جري ماتر على جانبيه. طيب نشوف الصوره كده، ده يا جماعه اللي انا بقول لكم عليه. المفروض الحته دي كانت تتملي تيشو، ما اتملتش تيشو خالص، التيشو اللي هنا ما هاجرش اصلا، المجموعه اللي كانت واقفه هنا والمفروض تهاجر تملى الحته دي فضلت واقفه زي ما هي، وبالتالي ما حصلش هجرة اصلا، وبالتالي بقى الفنتركلز تقريبا وصل لحد الكورتكس. تيشو از ميسنج، بس ممكن التيشو ده تبقى حته صغيره قوي في الوسط رفيعه يعني، فتبقى كلوزد ليب، وممكن تبقى كده. دي خرطه بقى، تورته البرين كلها اتاخد منها خرطه بالكامل، دي اسمها اوبن ليب سكيزنج كيفل. اوكي، يبقى دي كلوزد ليب اللي هي تايب 1، اللي هي تحس ان هي سكينه اتحطت في البرين بس، انما مش خرطه اتاخدت، لكن دي خرطه بالكامل اتاخدت من البرين. طيب دي ايه؟ دي برضو تحس انها سكينه embedded within the brain. ولو ناخد بالنا ان هي هنا، ان هي هنا bounded بايه؟ بالجريمة، bounded بالجريمة. طيب ده ايه؟
الليب سكيزين كيفن اوبن ليب سكيزين كيفن ده ايه؟ ده اوبن على الاخر بقى ده واخد مجموع ده واخد خلطة ده شرم التورته خالص للناحية التانية ده نفذ على الناحية التانية فهو الاكشوالي البرين منفصل الجزء قدام منفصل تماما عن اللي ورا ده ايه؟ اوبن ليب سكيزين كيفن اوبن ليب سكيزين كيفن تمام؟ ده نفس الحكاية اوبن ليب سكيزين كيفن طيب لا اذا ذكر السكيزين كيفري لازم نفتكر حاجه ممكن تلخبطنا معاه يعني ممكن حد مثلا للواحده مثلا زي دي يقول لي ان دي مثلا بورينكيفاليك سيست يعني ايه بورينكيفاليك سيست يعني ايه بورينكيفالي احنا خدنا كولبو كيفري من شويه لكن يعني ايه بورينكيفاليك سيست سوري سببها ايه برافو عليك برافو عليك هو محمود قالها بالظبط هي حاجه بتحصل سكندري لانسلت حصلت للبرين سواء الانسلت دي كانت انكفالايتس فاسكولار انسلت هامريج بعد كده يبدا يحصل جلايوزز وديجنريشن وتبدا يبقى سبيس فاضي خالص مليان سي اس اف وغالبا يا فاتح على الفنتركلز زي ما هو قال يا فاتح على السب اركنويد سبيس يا فاتح هنا يا فاتح هنا نسمي دي كولبو كيفالي اوكي طيب يبقى احنا لازم نفرق ما بين السكيزين كيفري والكولبو كيفري التشابه فين التشابه ان دي حاجه مليانه سي اس اف وفاتحه على الفنتركل زي الوصف اللي قاله محمود بس البورينكيفاليك سيست لا بيبقى فيه ليها اوت لاين واضح بيبقى فيه حواليها ارياز زي ارياز حصل فيها ديجنريشن بيبقى فيه حاجه اسمها اكس فاكيو دايليتيشن يعني ان انا الحته اللي حصل فيها انسلت دي حواليها برين اتروفي لكن دي مش كده خالص دي خرطه بتخدف بالكامل من البرين ف البورينكيفاليك سيست هي سيستيك انكيفالوماليشيا عارفين اريا او انكيفالوماليشيا اللي احنا بنقعد نقولها كتير هي دي نفس الحكايه بس عملت شكل سيست communicating with the subarachnoid space أو الventricular system ممكن تبقى congenital أو acquired كل بقى اللي قاله محمود واللي أنا قلت لكم دلوقتي ده النوع الأكثر شيوعاً اللي هو acquired اللي حصل insult complicated بانكفالوماليشيا وبرينكفاليك سيست ساعات بقى البرينكفاليك سيست دي الواحد يتولد بيها من غير ما يبقى فيه أي insult قبلها وشوفنا ناس كتير كده وتلاقي بتاعة بقليلة قد كده ومش عامل أي manifestation مفيش اي ويكنس ده بيعمل الاشعة عشان عنده هيدك تلاقي بورينكيفاليك سيست قد كده ومش عامله له اي مانيفيستيشنز دي بتبقى كونجينيتال وعاده بتبقى اسيمتوماتيك طيب الراديولوجي بتاع البورينكيفاليك سيست زي ما اتفقنا مفيش ماس افكت ليه مفيش ماس رغم انها سيست كبيره عشان محدش يقول ده انا ممكن اشك انها تيومر ده بالعكس ده هي شفطه اللي حواليها مش ضغط عليهم ده شفطاهم دي عامله حاجه اسمها اكس فاكيو دايليتيشن شفطاهم لان هي area of gliosis يعني يقول لك occasionally ممكن يبقى معاه mass effect if large بس القاعده اللي هي no mass effect وزي ما اتفقنا ممكن تبقى communicating مع subarachnoid space او ventricular system وطبعا حواليها gliotic white matter البورينكيفاليك سيست بقى محمود قال ان هي بتبقى connected للventricular system اذا كانت connected للventricular system اسمها internal إذا كانت connected للsubarachnoid space اسمها external كل ده أنا بتكلم على البرونكيفاليك سيست اللي هي مش من النيورونال migration disorders ولكنها differential diagnosis مهم من السكيزين كيفن لو بصينا المنظر ده ده إيه؟ دي برونكيفاليك سيست هتقول لي الله لا دي خارطة لا مش خارطة لو بصينا هنا هتلاقوا فيه هي فتحة في السبarachnoid space هنا وهنا في فاصلة بينها شوية وبين الventricle دي حاجة واهم من ده وده انها واخده باسكولار تريتوري يعني هتلاقي سكيزين كيفري مش بتحترم اي هو في تريتوري في الدنيا يعمل اللي هو المخ اللي كان متشخرم ده اللي من الاول والاخره مفيش باسكولار تريتوري كده لكن دي ريسبكتنج باسكولار تريتوري دليل انها كانت بوست ستروك اللي هي المنظر ده فدي ما اسمهاش سكيزين كيفري ايه اللي جاب سيرتها ان هي شبه السكيزين كيفري ده ليها اي فولو اب او كده ولا خلاص احنا مش قايلين منها في اي حاجه بالنسبه للاثنين هما مش متوقع ان هما يزيدوا لا السكيزين كيفري هتزيد ولا البرونكيفاليك سيست هتزيد دي خلاص حاجه ثابته طيب دي ايه ها
الصعوبه دي بورينكيفاليك سيست. لا دي مش بورينكيفاليك سيست, دي نيوروجلايال سيست. ليه نيوروجلايال سيست؟ هي الديفرنشال دايجنوز من البورينكيفاليك. ما معلش ما كلهم بيسلموا بعض يعني, معلش انا اضطريت للبورينكيفاليك عشان سكيزين كيفن, واضطريت للنيوروجلايال عشان البورينكيفاليك. ايه الفرق بينها وبين البورينكيفاليك؟ اللي هي نوت كونكتد لا للفنتركلز ولا للسبراكنويد. لو ركزنا كده لا هي ماسكه الفنتركلز ولا, وفي ريم اوف ذا برين هنا كمان, في ريم اوف ذا برين دي مش كونكتد لا هنا ولا هنا, وده ديفرنشال دايجنوستس من البورينكيفاليك سيست. ادي الفرق ما بينهم, ده الديفرنشال دايجنوستس. ادي النيوروجلايد سيست زي ما اتفقنا بتبقى في فاصل بينها وبين السبراكنويد سبيس وبينها وبين الفنتركلز. طيب ما دي ايه؟ ده الاراكينويد سيست. معلش ما دي سلمتنا للاراكينويد سيست. ايه الفرق بينها وبين الاراكينويد سيست؟ الاراكينويد سيست يا جماعه اكسترا اكزيال. يعني ايه اكسترا اكزيال؟ يعني انا اصلا بره البرين تيشو, بره اللحمه بتاعه البرين. انتوا فاهمين الفرق؟ بره لحمه البرين تيشو اصلا, انا مش انترا اكزيال, انا مش انترا اكزيال. ذاتس واي هي بيبقى حواليها جراي ماتر مش وايت ماتر. يعني البورينكيفاليك حواليها وايت ماتر لانها within البرين, لكن الاكسترا اكزيال يعني كاني بالظبط بتكلم, معلش يعني عشان تستوعبوها اكتر, كاني بتكلم على سب ديورال هيماتوما. هي السب ديورال هيماتوما اول حاجه لازقه فيها جراي ماتر ولا وايت ماتر؟ جراي لانها زقه البرين, هي اكسترا اكزيال. فدي نفس الحكايه, الاركينويد سيست از اكسترا اكزيال. ذاتس واي بيبقى حواليها, يبقى ما هي عاده ما بتبقاش كومبرسيف لان هي عاده بتبقى كونجنتال, وعاده ما بتبقاش في احوال قليله جدا لو هي حجمها كبير. نفس قصه البرونكفاليك, لو حجمها كبير لا فولو اب, لكن لو حجمها صغير هتلاقي ناس كتير جدا نورمال فيريانت عندهم, تلاقي عندهم بالذات تيمبورال انتيريور تيمبورال كده, تلاقي حته اركينويد سيست معلقين عليها انتيريور تيمبورال وخلاص, ما يتعملهاش فولو اب ولا حاجه. هنا عامله ناس افكت سنه بسيطه, يعني حاجه بسيطه عشان كبيره بس شويه كده. احنا خلصنا السكيزين كيفن. اخر حاجه بقى معانا اللي هي الفوكال كورتيكال ديسبليزيا. فوكال كورتيكال ديسبليزيا دي نيورونز برضو خلاص يعني كان هيوصل الدور السابع بس وقف في السادس, يعني ده وقف يا دوبك على قبلها بحاجه بسيطه. فده الفوكال كورتيكال ديسبليزيا دي الام ار اي فايند بتاعتها از فيري سابل. يعني غالبا لو انت مش مايندد يعني ايه فوكال كورتيكال ديسبليزيا, غالبا انت شفت كتير قوي فوكال كورتيكال ديسبليزيا اند يو ميست. لازم الاطفال يعني صعب جدا ان انت لو مش مايندد بيها انك تجيبها, لان الاطفال اللي عندهم انتراكتبل ايبليبسي اللي يعذبوك دول ما بيستجبوش لاي حاجه, وتحط اربع خمس انواع. لما تعمل بقى ام ار اي محترم في مكان محترم, وبالذات يعني لو عملت 3 تسلا ممكن تفاجئ بفوكال كورتيكال ديسبليزيا تفسر لك كل الانتراكتابيليتي بتاعت الطفل ده. حاجه فيري ساتل, لو شفته المنظر دلوقتي يمكن اللي انا كمان جايبه حاجات واضحه شويه. ساعات بتبقى فيري ساتل تحس انها ايه دي جايروس ممكن, ولا دي سالساي, ولا ايه دي بالظبط, ولكن هي مسؤوله. ده الموست كومن كوز اوف ريفراكتوري ايبيليبسي في الاطفال, موست كومن كوز على الاطلاق. فتخيل الموست كومن كوز كان طفل انتراكتبل عدى علينا, اكيد كان فيهم فوكال كورتيكال ديسبليزيا بس احنا ما خدناش بالنا, لان السيجنالز بتاعتها از فيري ساتل تبقى موجوده ات ذا بوتوم اوف ديب سالكس, يعني عند السالكس كده. فانت تحس انها حاجه من السلساي او الجيرال, تبقى معاها ممكن بليرد جراي وايت ماتر انترفيس, ممكن فوكال كورتيكال ثيكنينج وترانسمنتال ساين, ودي هوريها لكم دلوقتي. هي دي يا جماعه, دي كده فوكال كورتيكال ديسبليزيا, او دي كده, لا دي واضحه بالزياده يعني عمرها ما بتبقى بالمنظر ده, يعني عاده ممكن تبقى حاجه زي كده. فممكن جدا في وسط الاشعه تعدي ما تحسش ان فيها حاجه. دي فوكال كورتيكال ديسبليزيا دي. عايز اقول لكم حاجه, اللي متعود, هقول لكم الحته دي من البراكتس, يعني اللي عايز يقرب الكونسبت ليه, اللي شاف اشعه تيوبرس سكليروزس الكورتيكال تيوبرز, كورتيكال تيوبرز مش الكالسيفيكيشن, كورتيكال تيوبرز بتاعت تيوبرس سكليروزس هي شبه الفوكال كورتيكال ديسبليزيا بالظبط, بس الفرق ان تيوبرس سكليروزس بيبقوا مالتيبل, فوكال كورتيكال ديسبليزيا قليل قوي لما تبقى اكتر من واحده, هي عاده واحده عمرها ما بتعدي, قليل جدا لما تبقى اكتر من واحده.
حتى في بيشنت عندي ملخبطني بسبب كده. يعني بيشنت جايب بليجن واحد انا شايف انه فوكال كورتيكال ديسبليزي, والتقرير كان جاي من مركز محترم جدا, مركز مصر الاشعه, شايفين التيوبروس سكليروز, والولد ما عندوش اي كيتينيس مانيفيستيشنز رغم انه سنه يعني حوالي 10 سنين. في 10 سنين ما عندوش كورتيكال سكين غريبه جدا, لا ادينوما سيليشيوم ولا حاجه في الظهر ولا هايبوميلانوتيك ماكيولز ولا اي حاجه خالص, وهو ليجن واحد. كان الكلام ده عمله من حوالي سنتين ثلاثه, فبعت لنفس المركز تاني قلت له لو سمحت اكسكلود ان دي فوكال كورتيكال ديسبليزيا لان انا مش شايف اي كيتينيس مانيفيستيشنز لتيوبروس سكليروز. لما عمل الفول اب ورجع لي تاني لا احنا انسيستنج ان دي تيوبروس سكليروز لان لقينا كذا واحده تاني. فعلا لما زادوا كده بانت القصه ان دي تيوبروس سكليروز, لكن في الاول وهي واحده كده فكر ان دي فوكال كورتيكال ديسبليزيا. المانجمنت طبعا هيختلف, كلاهما طبعا مانجمنت يعني صعب بس التشخيص توتالي ديفرنت. ممكن بقى تبقى مجعلصه قوي زي كده, بس ده مش القاعده دي. الساين اللي بقول لكم عليها اسمها ترانسمنتال ساين, تلاقي كده خط كده ابيض ملوش اي معنى ماشي في وسط الكورتكس, بيبقى اكستندنج من السب كورتيكال اريا ممكن لحد المارجن اوف ذا فينتريكل, وده بيسموه ترانسمنتال ساين. منتل ده اللي هو البارينكما, يعني كانها البارينكما ترانسمنتال ساين. ودي طبعا برضو بتريبريزنت اريستد نيورونال مايجريشن. اخر حاجه قبل الكويز, في كويز يونيلاترال ميجال انكيفالي, يونيلاترال ميجال انكيفالي ولا لما تبقى الانتراكتيف ابيلبسي سبقها فوكال كورتيكال ديسبليزيا, ده هي سيرجري سيرجري ابيلبتيك سيرجري. يعني ابعتيه فور سيرجري طبعا حل اسهل واحسن بكتير, لان انت مش متخيله انتراكتيف ازاي. انت بتوصلي مثلا لفور دراكس بالماكسيمم دوزز, الطفل خلاص بقى دراجد وسايد افكتس عبيط ومش عارفه تسيطري على السيجرز. يونيلاترال ميجال انكيفالي دي ساعات بقى بنشوفها, تلاقي هامرتوماتوس اوفر جروث اوف سيريبرال هيمسفير اسوشيتد معاها مايجريشنال انوميز زي كده, ولكن كتير بقى ممكن ما تلاقيش مانيفيستيشنز, تلاقي اسيمتوماتيك. يعني انتوا شايفين ايه اللي حصل, ان مفيش اتروفي هنا, ده طبيعي, ده في هايبرتروفي هنا, ده اسمه هيمي ميجال انكيفالي, وده يعني ساعات كتير قوي بيبقى اسيمتوماتيك. اوكي طيب احنا كده خلصنا الستة نيورونال مايجريشن ديس اوردرز بالكامل. فا اتس تايم اوف كويز.